الشغل الشاغل بقى، الناس النهاردة بتتكلم عن ايه؟ عن موضوع الايقافات، ايقاف فرجاني ساسي وايقاف امام عاشور. النهاردة القرار طلع رسمي، امبارح ما كانش القرار رسمي. تعالوا نحط كده نفرد ورقة واقول لحضراتكم كل الاحتمالات وكل الافكار وكل اعتراضات الناس وكل حاجة، وهنخرج من الموضوع اي لون من الالوان، وما بنتكلمش على نادي بعينه، احنا بنتكلم بقى في حالة من الإيقاف، حالات من الإيقاف. طيب رقم واحد، ده قبل ما نروح للباقي، العقوبة هي إيقاف فرجاني ساسي 6 ماتشات وغرامة 100,000 جنيه، وإمام عاشور مباراة و50,000 جنيه. اللي احنا نعرفه واللي انت تعرفه اكيد ان لجنة المسابقات كانت هي المنوطة باتخاذ القرارات في هذا الشأن. بقت لجنة الانضباط هي اللي بتاخد القرارات في هذا الشأن. ماشي، انا بوضح لك بشوية حاجات ونقعد ندردش سوا مع بعض. الناس بتتكلم في ايه؟ العقوبة طلعت النهاردة اللي هو التلات. رقم واحد، ما مدى قانونية مشاركة امام عاشور من عدمه؟ لانه العقوبات الناس بتقول لك المفروض طالما في عقوبه تطلع من بعد الماتش مباشره فالمباراه التي تليها. اقول لك كل الاسئله لانه في بيان رسمي خرج من لجنه الانضباط عشان يحدد الموضوع ده. طيب دي واحده، الرد عليها ايه؟ هقول لكم هم ردين عليها قايلين ايه. الثانيه قال لك طب انت لو قلت انه امام عاشور من المباراة بعد التالية، يعني فوت المباراة الأخيرة للزمالك أمام سموحة وتمام خلاص، الناس يقولك تمام. طيب فرجاني ساسي ليه عقوبته مع أن الاتنين المخالفتين حصلوا في نفس المباراة؟ أنت قررت أنه فرجاني العقوبة بتاعته تبقى انطلاقا من المباراة ديت، وبالنسبة لإمام عاشور قلت له من المباراة اللي بعدها. ده تساؤل من ضمن التساؤلات. طيب التساؤل الثالث، انت ليه ما خلصتش واجتمعت بعد المباراة مباشرة واقررت العقوبات علشان تقفل باب اللغط ده كله، فتقفل الـ 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 القصة دي كلها، فاللي هيتوقف يتوقف من المباراة اللي بعديها على طول. يعني الزمالك لاعب المصري، بعد مباراة المصري بتجتمع الصبح تخرج قراراتك مثلا العصر، الموضوع خلص، فالزمالك يعرف اللي متشالين منه ايه والدنيا ماشية ازاي. دي كلها تساؤلات بالنسبة للناس. مبدئيا مشاركة إمام عاشور هي مشاركة قانونية بنسبة 100%. ليه؟ لأنه الزمالك ليس طرفا في القصة دي، كل القرارات دي الزمالك ملوش علاقة بيها. أنت اللي هتقول عليه أنا هنفذه. الزمالك أرسل إليه، عشان بس حضراتكم تبقوا فاهمين الوضعية بشكل واضح جدا جدا، الزمالك أرسل إليه خطاب، ده مش خطاب أقدر أقولك إيه، تنظيم، إجراء تنظيمي قبل كل مباراة من المباريات بتعمله لجنة المسابقات دلوقتي. ايه هي؟ بتبعت لكل نادي ايميل، من ساعة كورونا بتبعت ايميل تقول للناس الايقافات اللي عندكم كده واللعيبة المحرومة من اللقاء هم دولت، واحد واثنين وثلاثة. فهي عندما ارسلت للزمالك قبل المباراة لم ترسل اسم امام عاشور من ضمن الموقفين، وانما ارسلت اسم فرجاني ساسي فقط لغير. ليه فرجاني ساسي؟ لانه فرجاني ساسي واخد انذارين في بطاقة حمراء، فكده أو كده هيبقى مش موجود المباراة ديت. ماشي؟ حلو كده؟ أنا طرحت لك كل التساؤلات. التساؤلات ديت هل الإجابة هنلاقيها في البيان اللي نزلته لجنة الانضباط؟ تعالوا نشوف البيان اللي نزلته اللجنة منذ دقائق علشان ترد بيه على الاستفسارات الكتيرة أوي أوي اللي عندنا واللي الناس بتسألها في الشارع. تعالوا نشوف. قال لك أكدت لجنة الانضباط والأخلاق، هو بيوضحوا أسباب إيقاف ساسي وعاشور، أكدت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم على أن قراراتها تنبع من لائحتها المعلنة والتي نسخت منذ صدورها أي لوائح عقابية أخرى. جاء ذلك ردا على ما ورد للجنة من استفسارات حول العقوبات الأخيرة، مشيرة إلى أن المادة 23 من لائحة الانضباط قد حددت عقوبة الاعتداء على الحكم أو أي من عناصر اللعبة بالإيقاف دون تحديد المدة والغرامة بحد أدنى 50,000 جنيه أو الشطب، ده حد أقصى، وذلك حسب الفعل ودرجة اختلافه من واقعة لأخرى وماهية الاعتداء، وقال هو جسدي أو لفظي، وهو الأمر الذي تم تطبيقه في واقعة اللاعب فرجاني ساسي، فتم إيقافه 6 مباريات وغرامة 100,000 جنيه
بعد تدارس كافه الامور المتعلقه. عقب تعقيب بسيط هنا على الجزئيه اللي فاتت، علشان الناس كانت بتسالني بتقول لي طب ليه انت ما مشيتش في نفس السكه اللي كان الكل ماشي فيها في الاعلام، وقعدت تتوقع العقوبه لا 4 لا 6 لا 8، علشان السبب اللي قدام حضراتكم ده اللي مذكور بشكل واضح جدا وصريح. قال لك حددت انه الماده 23 من لائحه الانضباط حددت عقوبه الاعتداء على الحكم او اي من عناصر اللعبه بالايقاف دون تحديد المده، فاي حاجه هتقولها هي هنا ريسك، لانه هيرجع لتحديد المدة دي هي لتقديره، والغرامة بحد أدنى، هو عنده حد أدنى بس، واخد بالك إزاي؟ وعنده حد أقصى اللي هو الشد، وذلك بقى هو بيقول لك أنا الموضوع متراوح على حسب الفعل من وجهة نظره، درجة اختلافه من واقعة لأخرى، ماهية الاعتداء، يعني شكل الاعتداء كان إيه؟ نوعية الاعتداء، هل هو جسدي أو لفظي ولا جسدي ولفظي؟ الذي تم تطبيقه في واقعة اللاعب فرجاني ساسي فتم إيقافه 6 مباريات. عشان كده حضراتكم بس تبقوا فاهمين المنهج اللي احنا بنشتغل عليه، عشان كده ما دخلناش الجيم بتاع يلا بينا نتوقع يلا بينا نلعب اللعبة. هل اللي لعبوا اللعبة دول يعني ناس وحشين؟ لا، مجتهدين جدا جدا وشاطرين جدا جدا، بس احنا بيبقى عندنا رؤية تانية مختلفة. اللي بعده، اما فيما يتعلق بعقوبة اللاعب امام عاشور بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية 50,000 جنيه، فتأتي العقوبة من إطلاقات لجنة الانضباط في حدود لائحتها ووفق قناعات أعضائها بأن هذا الفعل يستوجب هذه العقوبة. خد بالك، قال لك وفق قناعة أعضائها بأن هذا الفعل يستوجب هذه العقوبة ولا يقال معها إلا التظلم منها في خلال 72 ساعة فقط. ماشي كده؟ اللي بعده، ده السؤال المهم جدا جدا، وأنا عارف إن الناس هتقعد تتساءل سؤال قبل الجزئية ديت له علاقة يعني إيه القناعات ويعني إيه المحددات، وانت هنا في الواقعة بتاعت فرجاني ساسي بقى دي مهمة قوي. في الواقعة بتاعت فرجاني ساسي الموضوع انت قلته 6، طب ليه 6؟ طيب وانت امام عاشور قلت مباراة و50,000 جنيه، مش هتحس باللي انا بقوله لك ده دلوقتي، بس هتحس بيه قدام. ليه؟ لما يحصل في النادي الاهلي، انا محدد اهو في الكلام لان هو الخصم التقليدي الاهلي والزمالك، لما يحصل في النادي الاهلي واقعة مشابهة وهتبقى انت مش عارف هل انت هتاخد نفس العقوبة نفس الاجراء، اعلى شوية اقل شوية، الجمهور طول الوقت هيشوف اي لعيب بيخطئ حتى وان كان بيقر بخطأه بس هو عايز يوقع عليه اقل عقوبة ممكنة، هتخش في الجدل ده بشكل كبير جدا جدا. فكنت ارى انه دائما الافضل هو التحديد ليس وفقا للقناعات وانما وفقا للوائح الثابتة المثبت فيها مدة الايقاف بحد واضح وصريح، سواء الحد بالمدة أو الحد بالعقوبة. وجهة النظر في الموضوع ده إن هي هتقفل عليك أنت باب وهتقفل علينا إحنا باب، هتقفل عليك أنت باب كاتحاد كورة وكلجنة انضباط إنه مش حد مفيش حد هيفكر يطعن أو يقول إنه قراراتك دي مش سليمة. هيقفل علينا إحنا كمان باب إيه؟ لأنه هيبقى في جدل كبير جدا 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 جماهيري، وأي إعلامي هيقول أي حاجة في الموضوع ده مش هيعجب الناس للأسف. إحنا بقينا في زمن هو ده مش صح يعني طبعا ولا نقره يعني، لانه كده او كده انت بتشوف شغلك وخلاص، على عدلتك ماشي مش على عدلتك ماشي، يعني انت كجمهور على حسب هويتك يعني. فاللي بشوفه انه لو ده كان يعني محدد يخلصك بقى من الليله دي كلها، كلمه قناعه دي هيتفتح قدامها باب كبير جدا جدا والله والله والله، وانا يعني ايه ازعم انه اتحطينا في مواقف زي دي كتير جدا. كلمه قناعه دي هتجرك بعد كده لحاجات كتير قوي قوي قوي. تعالوا نشوف اللي بعدها، يعني المواد تبقى أفضل. طيب، أما لماذا تأخر إعلان قرارات اللجنة وما ترتب على ذلك من أداء لاعب الزمالك إمام عاشور لمباراة فريقه أمام سموحة، فإن القاعدة أن اللاعب يحق له المشاركة ما لم يصدر بحقه قرار نهائي، وتسري العقوبة الموقعة عليه بمجرد الإخطار الرسمي والذي حددته المادة 16 من اللائحة، إما بالبريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو التسليم الشخصي. هنا الناس هتسأل، طيب انت قلت انه لما يتم الارسال اليه بشكل رسمي النادي يتم اختاره بشكل رسمي، وهنا انا بقولك انه نادي الزمالك ملوش ما هوش طرف في القصة، وقت ما تبعت لي انا هطبق العقوبة. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، مباراة المصري خلصت، هل المفروض ان انا بعد المباراة مباشرة بجتمع واقر العقوبة فبقول بقفل القصة دي كلها، فامام عاشور ما يلعبش المباراة اللي بعديها خلاص وتطبق العقوبة بنفس المسطرة اللي هو فرجاني اتوقف وامام كمان اتوقف ومده الايقاف ابتدت مع الاثنين فنحل القصه دي، ولا من المفترض انك كنت تنتظر طوال هذه المده ثم تجتمع وتعلن عن العقوبه وبالتالي تتحط في الجدل طب الماتش اللي فات ليه؟
طب وانت بالنسبه لفرجاني اشمعنى طبقت عليه العقوبه دلوقتي وامام عدت له